بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله معز من خافه واتقاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، إن الخوف من الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة، هو من أجل أنواع العبادة، وقد وعد الله سبحانه من خافه واتقاه بالنصر في الدنيا والنعيم في الآخرة. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من الأرض أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وفي الآخرة قال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف من غير الله سبحانه وتعالى، فإن كان مع هذا الخوف عبادة للمخلوق، تقرب إليه بشيء من العبادة، يخاف شره ويرجو خيره، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. إن مات عليه صاحبه فهو خالد مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. كالذين يخافون من الأصنام أو يخافون من الأشجار والأحجار أو يخافون من الجن والشياطين أو يخافون من الآدميين أحياءً وأمواتًا، يخافون من الأموات ومن القبور والأضرحة ويتقربون إليها بالقرابين، يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون حولها ويستغيثون بها، فهذا شرك أكبر وذنب لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف من المخلوق ولم يتقرب إليه بشيء من العبادة، ولكنه ترك من أجله ما وجب عليه أو فعل من أجله ما حرم الله عليه، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من الناس وإرضاءً لهم، فهذا شرك أصغر وذنب كبير، لأنه يجب على المسلم ألا يخاف إلا الله ولا يخشى في الله لومة لائم. وأما من خاف من الأشياء التي تضره ولم يترك من أجلها واجباً من واجبات الدين، ولم يرتكب محرماً
كأن يخاف من السباع أو يخاف من العدو أو يخاف من الحر أو البرد أو الجوع، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأنه خوف ليس معه عبادة وليس معه فعل محرم ولا ترك واجب، فهذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان. أيها الإخوة، إننا في هذه الأيام نسمع تهديدات الكفار للمسلمين وأنهم أعدوا العدة وجاءوا بالجيوش الهائلة وجاءوا بالأسلحة الفتاكة فجعلوها في بلاد المسلمين يهددونهم ويخوفونهم، فالمسلمون لا يخافون إلا الله عز وجل ولا يعبؤون بتهديد الكفار، وليس هذا بجديد، فالكفار يهددون المسلمين من قديم الزمان، ولكن المسلمين لا يعبؤون بتهديدهم وإنما يخافون من الله سبحانه وتعالى. فقد هددوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد وقعة أحد، لما حصل على المسلمين ما حصل في هذه الغزوة من النكبة والقتل الجراح، انصرف المشركون عائدين إلى مكة، أرسلوا إلى المسلمين من يهددهم ويقول عن قائد الكفار: إننا سنرجع إليهم فنقضي على بقيتهم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه المندوب من الكفار، ما زاده إلا إيماناً وقوة وثقة بالله سبحانه وتعالى، فأمر أصحابه أن يخرجوا في طلب العدو، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بعد معركة شرسة وفيهم الجراح وقتل منهم من قتل، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العدو الذي يهددهم، ونزلوا في مكان بين مكة والمدينة ينتظرون العدو. فلما بلغ الكفار خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابهم الرعب، وقالوا: ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فانهزموا بإذن الله وخابوا وخسروا ومضوا إلى مكة، ورجع المسلمون سالمين غانمين بالأجر والثواب. وأنزل الله في ذلك: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا التهديد الذي جاءكم إنما هو من الشيطان يخوفكم بأوليائه من الكفار ويهددكم بالكفار، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلما خافوا من الله عز وجل وقوي إيمانهم ويقينهم ما زادهم ذلك إلا رفعة في الدنيا والآخرة وقوة وأجرا وثوابا. كذلك
لما جاء الأحزاب من القبائل جاءوا إلى المدينة يريدون قتل المسلمين واستئصالهم، واجتمعوا حول المدينة من كل قبيلة، وخان اليهود الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانضموا مع الكفار، وخان المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فلما جاءت جحافل الكفر خانوا الله ورسوله، فاجتمع على المسلمين عدو من خارج المدينة وعدو من داخل المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم قال سبحانه عن المسلمين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا موقف المسلمين في الشدائد، ما تزيدهم الهزات والتهديدات إلا قوة في إيمانهم، لأنهم يثقون بالله سبحانه وتعالى الذي يملك القوى والقدر، الذي لا يغلبه شيء. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إنه يجب علينا في هذه الحالة تهديد الكفار ومجيئهم بعددهم وعدتهم ونزولهم بيننا وبين ديارنا، إنه يجب علينا أمور: أولاً التعلق بالله عز وجل، وقوة الإيمان واليقين بالله عز وجل، فإنه هو المالك القوي الذي لا يعجزه شيء، فإذا خفنا منه فإن الله يخيف عدونا، إذا خفنا منه فإن الله يخيف عدونا، وإذا خفنا من عدونا ولم نخف من الله سلط الله علينا عدونا، كما في الحكمة: من خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف من غير الله أخافه الله من كل شيء. فعلينا أن نخاف من الله، هذا أول شيء. الأمر الثاني: علينا أن نصلح أحوالنا، فإن عدونا لا يتسلط علينا إلا بسبب ذنوبنا وسيئاتنا، فعلينا أن نرجع على أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونصلح فسادنا حتى يتسنى لنا النصر من الله سبحانه وتعالى. فإن العدو لا يتسلط على المسلمين إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هو من عند أنفسكم، فما أصيب المسلمون إلا بسبب أنفسهم وتقصيرهم في حق الله سبحانه وتعالى وتفريطهم في طاعة الله عز وجل. فعلينا أن نلوم أنفسنا وأن نرجع إلى أنفسنا، ولكن مع الأسف ما نسمع من يتحدث عن هذا الموضوع، ما نسمع إلا من يتكلم تهديدات الكفار ويعظم من شأنهم
ولا نسمع إلا من يشتكي إلى الكفار، يشتكي إلى مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة، إلى ولم نسمع من يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا خذلان عظيم. كان الواجب علينا أن نرجع على أنفسنا باللوم، وأن نصلح أحوالنا، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يكون الله سبحانه وتعالى معنا عليهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا تحزن، إن الله معنا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه المشركون من مكة، ليس معه إلا صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أخرجوا من مكة ولجأوا إلى غار ثور، إلى غار جنوب مكة، والتجأوا فيه. فلما علم الكفار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم، أجلبوا بخيلهم ورجلهم يطلبونه، وبعثوا في الطرقات والبراري من يأتي بمحمد، وقالوا من يأتي به حياً أو ميتاً فله وزنه من الذهب. جاءوا إلى الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأعمى الله بصائرهم وأبصارهم، ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت أرجلهم، أعمى الله أبصارهم، فرجعوا خاسئين خائبين. وأنزل الله في ذلك: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هكذا مواقف أهل الإيمان عند الشدائد، أنهم يفزعون إلى الله، وأنهم يصلحون ما فسد من أمورهم، يصلحون معاملتهم مع الله سبحانه وتعالى حتى يكون الله معهم. وأما إذا لم يصلحوا فسادهم فإن الله جل وعلا يتخلى عنهم ويخلي بينهم وبين عدوهم. كذلك يجب على المسلمين أن يعدوا العدة، أن يعدوا العدة لقتال عدوهم. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال سبحانه وتعالى في صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أمر المسلمين أن يتسلحوا حتى في الصلاة، فيجب الاستعداد، يجب الاستعداد بالقوة التي يستطيعها المسلمون، وألا يتكلوا على الشكوى إلى مجلس الأمم وإلى هيئة الأمم وإلى، بل عليهم أن يكونوا أنفسهم ويعدوا أنفسهم حتى يرهبهم عدوهم وحتى يخافهم عدوهم. كذلك يجب على المسلمين أن يجتهدوا في الدعاء،
في دعاء الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، فإن الدعاء سلاح المؤمن، والله قريب مجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إنه ليس بغريب أن يهدد الكفار المسلمين، فهذا قديم وقديم منذ بدء الخليقة، والكفار يهددون المسلمين في كل زمان ومكان، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا شيء معلوم من أحوال الكفار، فعلينا أن نتخذهم أعداءنا وأن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن نعد العدة ونكثر الدعاء ونصلح أعمالنا حتى يكون لنا النصر من الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه لا بد مع الخوف من الله من الرجاء، لا بد من الخوف من عقاب الله من الرجاء لثوابه سبحانه. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يخاف خوفاً يقنطه من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا يرجو رجاءً يحمله على عدم مخافة الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، كما قال سبحانه وتعالى عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه وتعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فلا يخاف خوفاً يقنطه من رحمة الله، ولا يرجو رجاءً يؤمنه من مكر الله، بل يكون دائماً بين الخوف والرجاء، لأن الخوف يحمله على خشية الله سبحانه وتعالى وترك المعاصي، والرجاء يحمله على فعل الطاعات وطلب الجنات. فهذا شأن المؤمن، يجمع بين الخوف والرجاء، ويعمل الصالحات ويتجنب المعاصي والسيئات. هذا شأن المرسلين وأتباعهم من المؤمنين. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، يا سميع الدعاء يا قريب مجيب. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.